واحد بيقول في المزمور الرابع بيقول اغضبوا ولا تخطئوا. ممكن ان الانسان يغضب دون ان يرتكب خطأ. القديسون النساك قالوا احسن غضب تغضب فيه ولا تخطئ هو حينما تغضب على نفسك في اخطائك، ففي هذه الحالة تغضب ولا تخطئ. من جهة الغضب المقدس ممكن ان الانسان يغضب غضب مقدس ولكن في نفس الوقت ما يغلطش. موسى النبي غضب لما لقى الشعب بيعبد العجل الذهبي، ما كانش بيخطئ في كده. فالغضب يعني عدم الرضا عن امر من الامور، لكن هو غير النرفزة. النرفزة جاية من كلمة نيرفس يعني اعصاب، ولذلك في كل كلمة قيل فيها غضب الله ما فيهاش نرفزة لانه فيش نيرفس، فيش حاجة جسدية. المسيح غضب لما وجد ان بيت ربنا بيستخدم للبيع والشراء وفيه التجار الى اخره، لكن لم يخطئ، يعني لم يرضى عن هذا الامر وفي نفس الوقت لم يخطئ.